فاللي عاوزين نتناقش في موضوع انه الخوف بيوقفنا نعمل كمية بتاعت حاجات، فانت ذات نفسك شنو ممكن تعمله لو ما كان الخوف مانعك؟ خلونا نبدأ. أيوة السلام عليكم ورحمة الله، رجعت إليكم تاني معاذ عثمان، ومؤخرا صاحبي محمد علي أداني الكتاب ده اسمه Who Moved My Cheese، وبالجد في جملة مهمة لاقتني فيه خلتني أفكر كتير. الجملة بتقول What would you do if you weren't afraid؟ هتعمل شنو لو ما كنت خايف؟ هل انت هتتابع شغفك لو ما كنت خايف من الفشل؟ هل هتغير الكارير بتاعتك ومجال شغلك لو ما كنت خايف انك تفقد وظيفتك الحالية انت شغال فيها؟ هل هتغير وجهة نظرك او تعاملك مع الناس لو ما كنت خايف من ردة فعلهم عليك وانه يحكموا عليك او يقولوا عنك مجنون؟ او خوفنا من المجهول او الممكن احصل حاجة منطقية جدا، لأنه أنت ممكن تجرب لك حاجة جديدة تفشل فيها، وعدم النجاح أو الفشل في الحاجة دي بيخلينا أنه نكسر الحنك وما نجرب الحاجة أصلا، وننسى الموضوع بتاع أننا نغير أو أننا نعمل لنا حاجة جديدة وأننا نمرق من الكمفورت زون والحتة اللي احنا قاعدين فيها، لأنه ببساطة احنا مرتاحين. انا مرتاح هنا ومرتاح عاملين مستتب، امرق ليه واجرب لي حاجه جديده ليه واعمل لي حاجه خارج الاطار بتاعي ده ليه؟ وانا خلال دراستي في الجامعه وحياتي العمليه تقريبا لقيت كميه بتاعت انواع من الناس، ولكن النوعين اكثر نوعين بيكونوا مميزين هو نوعين من البشر. النوع الاول ممكن نقول عليه عزوز قرى الجامعة، قرى محاسبة، اجتهد في قرايته، تخرج من كليته، لقى له شركة اشتغل معاهم محاسب، وليه قدام مع الخبرة مع الشغل الكثير مع الشركة دي، بالكثير قاموا عينوه مدير المحاسبين في الشركة أو في الفرع اللي هو شغال فيه. النوع الثاني من الناس اللي هو ممكن نقول عليه معاذ مثلا، من ايام الجامعة قاعد يشتغل مع جمعيات خيرية كتير، قاعد يتطوع في كمية بتاعت منظمات، مع الدراسة ومع الشغل اللي هو قاعد بيقرأ فيه وده قاعد بيجرب له كمية بتاعت حاجات برا، قرأ له ومعارف دبلوم بتاع كمبيوتر، عمل له ماستر او MBA في ادارة الاعمال، وتوظف مع كمية بتاعت شركات كترينر واشتغل تدريبيا مع كمية بتاعت شركات وبتاع. لما يتخرج من الجامعة كان شايل في يده الشهادة بتاعت الجامعة، شهادة بتاعت دبلوم كمبيوتر، شهادة ما عارف بتاعت MBA، وكمية بتاعت خبرة من الشركات اللي اشتغل معاهم مجانا أثناء الدراسة. وأول ما جت وظف اتوظف مدير لعزوز داك نفسه. ليه؟ لأنه ببساطة عزوز ومعاز اتخرجوا من نفس الكلية، ولكن عزوز اكتفى بقرايته تحت الكلية، بالشهادة بتاعته تحت الكلية. معاذ خرج من الكمفورت زون دي، قرى له حاجات زيادة، لما جاء اتوظف الشركة شافته مؤهل أكتر انه يدير القسم ككل، وعزوز وقف في حتته بتحت الدراسة. اما معاذ واصل في الموضوع ده، طوالي بيطور من حياته، طوالي قاعد بيقرى له حاجات جديدة، بالرغم انه عنده وظيفة حلوة، ولكن تطلعاته كانت اكبر من الوظيفة اللي هو قاعد فيها دي، تطلعاته انه يشتغل له في شركة احسن او في يوم افتح شركته الخاصة. وبرضو في مقولة عجبتني شديد في كتاب Who Moved My Cheese، بتقول When you move beyond fear you feel free. لما تمشي من وراء الخوف، لما تتخطى الخوف بتاعك ده، يا دوب انت بتشعر بالحرية. سواء الخوف بتاعك ده انك تجرب لك حاجة جديدة، انك تدخل لك في مجال بتاع شغل جديد، انك تدخل لك في مغامرة بتاعت استثمار او غيره او غيره. لما انت تتخطى الحتة بتاعت الخوف دي، لما انت تتخطى الحتة المخوفاك انك تمشي من وراها دي، يا دوب انت بتشعر بطعم الحرية. وممكن نقيس الموضوع ده على ارض الواقع. 30 سنة احنا عايشين في السودان، كنا خايفين اللي بيعملوا شنو النظام لو انت تطاولت كده ده وقليت ادبك وقلت له اوي يا نظام انت غلطان، هو يا حكومة انتوا اللي قاعدين بتعملوا فينا ده غلط. 30 سنة احنا عايشين على اهلنا اللي بيقولين امشي جنب الحيطة، ما عندك شغلة بالبلد، خلاص البلد يعني حاكمنا ناس وما في زول حكوم وبتاع. احنا تخطينا الخوف، وقفنا باصواتنا قدام الرصاص، قدام البومبان، وكمية الاعتقالات اللي كانت بتحصل. بعد كده في شنو؟ تعني نثبت لك النظرية دي بياتو اساس.
What's next man? Who's next? دارين نسقط منه ثاني. خلاصة الحلقة، التغيير هو سنة الحياة وما دائم إلا وجه الله. فأنت بدل ما تستنى التغييرات، بدل ما تستنى الظروف تفاجأك وتغير مجرى حياتك ككل، كن مستعد لها عشان تغيرها أنت بيدك. ففي بيت جميل كان بيقولوا عن المتنبي: ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بس أنت لو استعديت كويس للتغييرات وللرياح الجاياك دي، فتجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. دايو بوي بارز يا مان، بارز بارز يا المتنبي. فبس ده كان رأيي المتواضع في الموضوع بتاع الخوف، وإننا بنخاف من كمية الحاجات اللي بنواجهها في حياتنا. ناقشت الموضوع ده أكتر، وناقشت الكتاب بتاع Who Moved My Cheese على البودكاست بتاعي، بتلقوا رابط البودكاست تحت في التعليقات. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة، ورسلوا الفيديو ده للناس أصحابكم اللي انتوا بتحسوا إنهم بخافوا من التغيير، أو حتى صاحبكم ذاك الطوالي قاعد بطور من نفسه وطوالي قاعد بغير من موهباته ومجال شغله. في النهاية بقول لكم شكرا لكم المتابعة، وشكرا لكل الناس الزابطين ديل اللي بيدعمونا على باتريون وبيدعمونا على يوتيوب ممبرشيبس، شكرا لكم كتير. انتظرونا يوم الخميس القادم بمشيئة الله. معاذ عثمان داقي جلس، سلام عليكم. يا بارز يا مان متنبي، دايم.